السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد معكم قناه ام يقين رليزان اول دعاء نبدا به اللي هو اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء ان شاء الله الو شاركته كان بزاف اللي شاركوا في مسابقه مشورات كليك اللي هي امه تقرا امه تقرا كانت عشرة ايام كتابين في اليوم لكل الفئات الابتدائي المتوسط والثانوي الان عندكم من خمسة اوت حتى 11 اوت استراحه باش توجدوا روحكم باش تعاودوا القصص باش تراجعوا كل القصص اللي قريتوها وعندكم رزلامه الامتحان تبدا يوم 12 اوت اللي هو يوم الخميس الفئه الاولى للسنه الثانيه الاولى والثانيه والثالثه ابتدائي الأسئلة الإمتحان يكون على الساعة الثالثة ابتداء الثالثة مساءً أما الفئة الثانية السنة الرابعة والخامسة ابتدائي تكون على الساعة الخامسة مساءً الفئة الثالثة اللي هي المتوسط تكون على الساعة السابعة مساءً والفئة الرابعة اللي هي الثانوي تكون على الساعة التاسعة مساءً طبعا الإمتحان غادي يكون على قناة اليوتيوب قناة آه... كليك التعليميه مشورة كليك كل فئه تلقى على ما اظن اكيد غادي تلقاو الاسئله في صندوق الوصف تدخلوا وتبداو تجاوبوا على الاسئله على القصص اللي قريتوها دونك واش ننصحكم ننصحكم هذه الايام عندكم وقت باش تعاودوا تراجعوا كل القصص ديروا اسئله مع بعضكم بعض يعني الاب ولا الام ولا الاخ ولا الاخت تعطيك اسئله على كل قصه قريتها من الشخصيات الاماكن كل الـ كل ما يوجد في هذه القصة وإن شاء الله ربي يوفق كل التلاميذ إن شاء الله طبعا اللي يجتهد دائما يلقى وإن شاء الله بالتوفيق لكل تلاميذنا ماذا بكم تبرتاجوا الماكسيموم هاد فيديو باش كاع اللي شاركوا في المسابقة يشوفوا رزنامة الامتحان لكم بالتوفيق وتخي بيانتو نشوفكم في فيديو جديدة تبقوا على خير